هسأل مراسلنا كريم صبري وهو أحد الذين تم الاعتداء عليهم، حيث تم الاعتداء على 3 من مراسلين ممن كانوا يحققون في هذه القضية. كريم صبري، كريم أهلا بيك. بخير أزوال كريم. إيه اللي حصل؟ كيف تم الاعتداء عليكم؟ المشكلة بدأت أزوال صباح أمس الجمعة، عرفنا أن في 25 مسجون هربوا. نزلنا أنا وزميل المراسل تامر العصر وزميلي محمد وهبه نغطي الحادث اللي حصل دوت. جت احد اقارب احد المساجين موجوده قدام اسم اول المحله، جت عاوزه تدخل انسولين لواحده مريضه جوه من ضمن الناس المحجوزين. فوجئنا برئيس المباحث حسن ابو المجد بالاعتداء عليها بالفاظ دقيقه جدا وبالسب وبالضرب. تامر طلع الكاميرا وبدا يصور، منعوا تامر من التصوير. جه احد القيادات الموجوده في المحله قال لو سمحت شيل الكاميرا، ما تصورش دلوقتي، يا اما هناخد منك الكاميرا، ما تصورش في محيط القسم. قال له حاضر، شلنا الكاميرا وبعدنا عن القسم خالص. شويه لقينا الضابط حسن ابو المجد رئيس مباحث اول المحله شتم كل الموجودين من الصحفيين، مش انا لوحدي بس، انا وصحفيين موجودين تاني، مش من اسره العاشره بس، يعني بشتايم فظيعه جدا. ومشينا احنا، سبناه ومشينا. جت ست مسنة تجاوز عمرها 65 عام عاوزة تطمن على بنتها المحتجزة جوه. فوجئنا بالضابط احمد عبد الشافي نزل عليها ضرب، ست وقعت على الارض بدأوا يضربوها. تامر راح صور، ببص لقيت تامر بينضرب وبيتاخد منه الكاميرا. حاولنا نفصل تامر عنهم، احنا كمان انضربنا جوه المربع اللي كان عاملينه. احنا انضربنا امبارح واستنى وتهنى جدا انا وزمايلي كل الصحفيين. طيب تامر، طبعا العدد المساجين اللي تمكنوا من الهروب 24 مسجونا، هم استعادوا باين 11. لا استعادوا 7 يا استاذ وائل. كريم 7 7 بس يا استاذ وائل، يعني لسه 17 سجينا ما زالوا هاربين. وللعلم برضه يا سوائل، السبعة ما تمش القبض عليهم، السبعة تم تسليم سلموا أنفسهم امبارح يا سوائل، قاموا بتسليم أنفسهم. ده عشان القبض على عائلاتهم. عشان القبض على عائلاتهم. وامبارح أنا بس عاوز أوجه رسالة يا سوائل، في ناس ده اللي حصل ده يعني حاجة فردية، إحنا بنحترم جدا جهاز الشرطة، ولكن أنا بناشد السيد وزير الداخلية، ثورة 30 من يونيو لم تصل إلى قسم أول محلة بعد. طيب. اما في ناس كتير جدا كانت محترمه جدا من القيادات. على سبيل المثال كريم، تمكنوا من الهروب ازاي المساجين؟ اللي حصل الساعه 9 صباحا ما كانش فيه ضباط في القسم غير ضابط نبطشي. جه المساجين اللي جوه عملوا حريقه جوه العنابر بتاعتهم، بيولعوا في البطاطين يعني، ولعوا في البطاطين وفي البويلرات بتاع الشاي اللي هم داخلين مهربينها. جه الصول، ما فيش ضباط طبعا، جه الصول بيفتح كبه عليه ميه سخنه، وجروا جوه القسم ولقوا كان في البوابه مفتوحه، البوابه الخلفيه للقسم كانت مفتوحه. ال 25 واحد طلعوا من غير ما حد يضرب عيار ناري واحد او حد يمنعهم من الخروج. طيب، يبقى ده الفشل الواضح في هروب المساجين، فيتم التغطيه عليه بالقبض على عائلات المساجين وتعذيبهم. ولما احنا نيجي نصور هذه الصورة السلبية التي لا يمكن أن تقبلها وزارة الداخلية ولا تقبلها الحكومة، فيتم الاعتداء على مراسلين كمان للتغطية على هذا الفشل. يعني كانوا يطلعوا هذه الشطارة وهذه القوة وهذه الفهلوة في منع هروب المساجين وفي أداء العمل، لكن للأسف الشديد احنا أمام فضيحة أمنية وأخلاقية. لا يجب انه لابد من مساءله ومحاسبه ضباط الشرطه المسؤولين عن قسم اول المحله على هذا على هذه الفضيحه وعلى هذا القصور اللي ادى الى هروب مساجين بشكل الحقيقه شكل بسيط وشكل يثير الضحك ويثير الاستهزاء. لانه لما يبقى عندي في مجموعه مساجين ويتم فتح القسم بالشكل ده لأنهم أشعلوا النار في بطاطين، أسلوب بيستخدمه المساجين دائما يعني في محاولات الهروب يستخدمونه وتعرفه أجهزة الأمن دائما أيضا، لكن للأسف الشديد تم التعامل مع هذا الفشل
بالاعتداء على عائلات المساجين ثم على مراسلين حينما كشفوا وفضحوا هذه المشاهد وتمكنوا من التقاط بعض الصور. أثق في أنه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لن يقبل بذلك ولن يقبل أن نعود لأساليب عفى عليها الزمن. يجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين في قسم أول المحلة عن هذه الفضيحة الأمنية والأخلاقية.